الحديث 33 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود وحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يتعرض لما يتعرض له البشر، يقول: أخفت في الله وما يخاف أحد يعني مثلي. وقد أخاف السحرة موسى عليه السلام، وخاف إبراهيم من ضيوفه توجس شرا لماذا لم يأكلوا طعامه، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ أنبياءه، وقد حفظ ربنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من شرور الإنس والجن. كان إذا خاف قوما يعني مثل أحيانا من أعداء يغيرون على المدينة، مثلا خاف قوم من الكفار من المشركين من المنافقين، يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. ما معنى نجعلك في نحورهم؟ نجعلك في نحر العدو بحيث تحفظنا منهم وتدفعهم عنا وتحول بينهم وبيننا حتى لا يصلوا إلينا ولا يكيدونا ولا يؤذوننا. وخص النحور بالذكر لأن العدو يستقبل بنحره عند القتال. وقوله: ونعوذ بك من شرورهم، يعني من أن ينالون بأي نوع من الشر، فأنت الذي تدفع الشرور وتكفينا أمرهم وتحول بينهم وبيننا. فهو سؤال الله أن يصدهم وأن يكفي شرهم، أو نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتوا لنا منها، كما في الفتوحات الربانية. هذا إذن استعاذة متى؟ إذا خاف قوما. إذن لاحظ أن في استعاذات عامة وفي استعاذات خاصة، كما سيأتي استعاذة عند هبوب الريح، استعاذة إذا أراد أن يدخل القرية، الاستعاذة عند لبس الثوب، في استعاذات خاصة بأحوال معينة.